أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. بقات تطل من الشباك تشيع فيه بعينيها حتى لين طلع في كرهبته ديماره وغاب على انظارها. في ترابط هالاحداث ماضي ساعه نتاع الليل خلطت وارنو ما روحش. جات ماضي ساعتين كيف كيف وميلاني تطلب فيه وتعاود، لكن تليفونه مسكر. الحاصل بقات على هيك الحال حتى لين طلع النار والراجل ريحته ما فماش. ولهنا ولت في حالة أخرى ودادي وبدات تطلب على بعضه في أفراد العائلة متاع أرنو وفي صحابه زادة، وبدات بأخته الصغيرة واللي اسمها أوسيان، وأرنو كان ديما على اتصال بها، لكن هي أكدت اللي ما شافتوش من مدة نهارين. والصحاب والقراب ومعارفه قالوا زادا اللي هما ما شافوهش. إذن وين مشى والوين عنده باش يمشي؟ لأنه منطقة لاجل لو نسر بين قوسين صغيرة وتركنها معروفين. في مجريات هالأحداث النهار السبت مع الأحداث وكما عاد بيها وين، ميلاني مشيت المركز الحرس وعلمت على اختفاء أبو صغارها واعطاتهم تصويرته. والحرس وقت اللي شافوها متقلقة ومتحيرة وداخلة بعضها لدرجة كبيرة اخذوا المسألة بالجد وانطلقوا مباشرة في البحث على أرنو. أول حاجة طلوا عليها هي تبرنا لميلاني، قالت أنه ماشيلها باش يقابل صحابه. والحرس وراوا التصوير نتاع أرنو المولى تبرنا والصانع وقالوا لهم اللي هما ما شافوهش لا البارح ولا ولت البارح، يعني من مدة نهارين ما جيش بالكل وما هيش عوايده، لأنه مستانس ديما يتعدى غادي يا بوانتي. وبتبع إذا كان ما مشاش لوين مشى. الحرس حاولوا باش يعرفوا المكان متاع أرنو بالهاتف الجوال متاعو، لكن ما تمكنوش من رصده عن طريق السينيال، ويبدو اللي هو سكره مع ماضي ساعتين. والحل الوحيد اللي كان بالنسبة للحرس هو أنهم يمشيوا لآخر مكان توجد فيه الهاتف متاع أرنو هو يخدم. وبالتوازي مع عملية رصد الجوال، دورية الحرس قامت بتمشيط المنطقة كلها وهما يفركسوا على الكهرباء متاع أرنو. وميلاني عطاتهم أوصافها وأرقامها المنجمية، والأبحاث هذه ما عطات حتى نتيجة. تقولش عليه الراجل ذاب كالملحة تبخر في الهواء، الأرض بلعته هو وكرهبته. ولهنا ومن جملة الأشياء اللي حكيتهم ميلاني للحرس أنه بو صغارها أرنو اتعارك في المدة الأخرى مع واحد باع له كرهبة. بعبارة أوضح، أرنو باع كرهبته القديمة وشريه غولف، لكن حسب ميلاني السيد اللي شريه الكرهبة رجع الأرنو وتعارك معاه عركة كبيرة وشعر لركحة البونية بيناتهم. وهكا الشاري قال اللي أرنو تحيل عليه، يعني باع له سيارة الموتور متاعها تعب وتحلف فيه وهدو، الشي اللي خلى ميلاني تخاف عليه.
والحكاية هذه حسب كلامها هي يعني ميلاني ما وقفتش عندها الحد، لأنه في نهار من نهارات هالشاري هذا شاف أرنو وخلط عليه بكرهبته وبقى يلاحق فيه مدة في الكياس، لكن أرنو تمكن باش يفلت منه. لهنا الحرس طلبوها في هوية الشخص هذا وقالت له مراه اسمه سفيان، والحرس طلعوه بتبيعة بالأرقام المنجمية متاع كرهبته اللي شريها من عند أرنو. وهو جايكم الحديث. في نفس السياق سفيان وقت اللي تم استدعاءه من طرف الحرس جاء للمركز وما هوش فاهم عليه جابوه، وكيسألهم جبدولو على العركة اللي صارت بينه وبين أرنو بعد ما شرى من عنده الكهرباء، وعلى ملاحقته ليه في شوارع ليجل بعد ما شرى من عنده الكهرباء. لهنا سفيان بقى مذهول، قال لهم فاش قام نتعارك معاه والكهرباء اللي بيعها لي لباس عليها، أمورها خمسة على خمسة الطنطن الطنطين وما ثماش علاش باش ما نبداش فرحان. الحرس لهنا ثبتوا من أقوال سفيان وحبوا يعرفوا شكان يعمل نهار الجمعة في الليل، وهو قال لهم اللي يمشي لسانتيتيان بعد أقاربه، والمسألة هذه تم التأكد منها، وبالتالي سفيان الظهر ما تنجم تكون عنده حتى علاقة باختفاء أرنو. نفسي aussi tous les voilà tous les chemins toutes les rues de l'Aigle sans rien trouver. في نفس الإطار عمليات التمشيط ما أعطت لحد الآن حتى نتيجة، وميلاني ولدت في حالة نفسية صعبة، وملي أرنو اختفى وهي على شبكات التواصل الاجتماعي تعمل له في نداءات وتقول له أرجع لنا يعيشك، أرجع لصغارك، رانا متوحشينك. والكلام اللي وجهته له في الفيسبوك وفي غير الفيسبوك كان مؤثر للغاية، وتكونت معها مجموعة من المتضامنين من عائلتها ومن صحابها، والأهالي الكل متاع منطقة النسر يعني لاجل تجندوا باش يساعدوها في البحث على بو صغارها. ولهنا بو ميلاني واللي اسمه ستيفان قرر باش يفركس على نسيب وحده على أساس ما عندوش ثقة في الأبحاث متاع الحرس، وعلى هذاك هز كرهبته وبقى يحوم بها ويدور نهار السبت بكل حتى لنهار لحد الصباح. هكا منطقة لاجل الكل ومحيطها ما خلاش فيها طريق وإلا مسلك أو غابة ما دخلش فيهم. وبعد 36 ساعة تقريباً من اختفاء بتاع نسيبو أرنو روح لداره باش يفطر، ومن بعد يعاود يخرج يفركس عليه. قالت له اللي هي شافت الكهرباء الجولف متاع أرنو على بعد 5 كيلومتر من منطقة لاجل في طريق يشق الغابة. ستيفان بالوقت طلب الحرس ومشى معاهم للمكان اللي قالت عليه أخته، وفعلاً غادي باش يلقاو الكهرباء متاع أرنو على حافة الطريق. أعوان الحرس بتبيع عينها ما لقاو فيها شيء، وستيفان من شيرتو يعني بو ميلاني تخلى الغابة يفركس، وفجأة يشوف في حاجة حمرة ما بين الشجر على بعد بعض الأمطار من الكهرباء متاع أرنو، وكيقرب باش يثبت ويشوف يلقاها جثة متاع شخص لابس مريول نص يد أحمر وسرواله كان محلول وعورته مكشوفة، لكن وجهه كان داير، وعلى هذاك ستيفان طبس عليه باش يثبت في ملامحه، ووقتها اكتشف اللي هو نسيبو أرنو. صاح فرد صيحة، وهكا الحرس اللي كانوا يفتشوا في المحتويات متاع كرهبة أرنو ولقاو ستيفان واقف قدام الجثة متاع نسيبو وضربته البهتة من قوة الصدمة. J'arrive dessus et là j'essaye d'enlever le bras, il était droit, il était bien droit. Et là les mouches s'envolent, le... après c'est un peu compliqué. Quoi. Voilà, les gendarmes viennent et me disent, ils m'enlèvent de dessus. Il est mort. Mort. J'essaye de le réveiller. Et après je peux plus. في نفس الديكور يعني الغابة، الجثة متاع أرنو بدأت تتعفن لأنه الذبان مغطيها ويقنقن عليها. والحرس بتبيعها طوقوا ساحة الجريمة وكلموا زملائهم الشرطة الفنية باش يجيوا يقوموا بالمعاينات اللازمة. ووقت اللي دوروا الجثة متاع أرنو اللي كان ممدود القاوا جرح كبير في ظهره، حفر على حالها متاع طلقة نارية من بندقية صيد عيار 8 مليمتر، معناها كرتوشة اللي هي يصطادوا بها الخنزير.
ولهنا الحارس افترضوا أنه أرنو تغدر، معناها حد غفلوا ضربوا من تالي، ويا إما الشخص هذا كان معاه وفي وقت من الأوقات أرنو أعطاها بظهره لأنه ما ينتظرش منه غدرة، وإلا حد آخر جاب جرته من غير ما فيق به وأطلق عليه النار. خلف فرضيت أنه جات رصاصة طايشة، يعني بالغلطة من عند صياد من الصيادة، لكن الفرضية هذه صعيبة لأنه الكارتوشة اللي ضربت أرنو كانت أبو بورتون، يعني من قريب برشا، ما هيش متع غلطة. والمحققين ولاو يعتقدوا أنه عملية الغدرة هذه بالكارتوشة صارت وقت اللي أرنو كان يقضي في حاجة بشرية، وعلى هذاك السلسلة متع سروالو كانت محلولة وجهازه التناسلي كان مكشوف، ولهنا تتأكد مسألة أنه الشخص اللي قتله كان معاه. وخلف هذا أرنو ما كان عنده حتى أثار متع عنف، لا تخبيش لا تردريض لا جروح لا أي شيء من نوع هذا، معناها قبل ما يتضرب برصاصة. وعلى هذاك المحققين افترضوا زاد أنه أرنو تقتل أثناء لقاء حميمي، معناها كان باش يبدأ في ممارسة الجنس مع الطرف اللي تلاقى معاه. لكن في الحالة هذه كيفاش تمت الجريمة؟ وهذا هو اللي يلزم يوصلوا له المحققين في تحرياتهم. في تسلسل هالأحداث ميلاني ما سمعت الخبر متاع موت راجلها إلا مع الأربعة متاع العشية، وانهارت انهيار تام ورصت لها طبة وزرارق ومسكنات بشهادات شوية، لكن بقات تبكي في بكاء يحمم القلب. والجريمة دخلت كجهة بكلها في حالة متاع حزن كبير، لأنه الضحية أرنو خلى زوز أيتام ومرأة كرشة على حلقة، يعني في شهرها باش تولد. والمحققين بطبيعة باش يركزوا على الشخصية متاع الضحية، معناها شكون السيد هذا، شكون اللي قتله، علاش تقتل، وشنية الدوافع متاع الجريمة. الحرس قاموا بحث جوار وأقارب، وأول ما بداوا بأفراد عائلة أرنو والضحية وصحابه وأحبابه، ومبدئيا بكلهم أجمعوا على أنه ما عنده حتى مشاكل وما يعرفولوش أعداء وما عندوش بونتوات مع أي كان، وهذا في الظاهر بالطبيعة. وقالوا زاد اللي هو خدام ويحب صغيراته ومخسلهم برشا من وقته. بالنسبة لعلاقته بميلاني يعني أم صغاره، أغلب اللي تم استجوابهم يقولوا اللي علاقتهم عادية جدا، وكانوا يعرفوا بعضهم بالقدا قبل ما يسكنوا تحت سقف واحد ويجيبوا صغار، لأنهم يخدموا في نفس المجازان، هو جزار وهي تبيع في الحوت. وفي ساعة ما تكونت بيناتهم علاقة حب وجابوها كزويز صغار اللي عمارهم 4 سنين وعامين، والثالث قريب يشرف. وهالصورة اللي عند الناس على أرنو وميلاني ما تعكسش بالكل الحقيقة، والحرس كيتعمقوا في البحث باش يكتشفوا حقائق أخرين ويمكن ما هيش ظاهرة للعيان، لكن تعطي فكرة أخرى على نوعية العلاقة داخل هالعائلة الصغيرة. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه أرنو كان مغروم بنساء، وهذا قالوه البعض من صحابه وحتى نسيبه، يعني بو مرته ستيفان قال أنه أرنو وقت اللي تتعدى بحداها مرأة مزيانة في الشارع ياكلها بعينيه ماكلة، وما يترددش باش يقول اللي عجبته برشا، ولو كان ثم إمكانية ما يقولش لا، معناها ماذا بيه يعمل معها علاقة حميمية وبالفلاقي جنسية. باقي وفيما يخص الضحية أرنو، حسب التحريات اللي قاموا بها الحرس اكتشفوا بعد معاينتهم للحاسوب متاعه أنه كان يدخل برشا للمواقع اللي فيهم النساء المزيانات ويحكي معاهم، ونسيبه كان يعرف الشيء هذا لدرجة أنه يشك في وفاء البنت ميلاني، وعنده قناعة أنه يخون فيها. وفي السياق هذا يقول زادة أنه أرنو وقت اللي يمشي معاه باش يصطادوا الحوت في البحيرة يبقى مدة طويلة هو يبعث في الميساجات على البورتابل متاعه، ووقت اللي يجيه مكالمة يبعد على نسيبه باش ما يسمعوش اش قاعد يحكي. Pour moi il avait une relation extra-conjugale, ça c'est clair. Je l'ai vu à la pêche parce qu'il jouait du texto à 5h30. Tout ça, il avait deux portables, il jouait du texto, puis il s'est éloigné un peu, puis il a continué, puis à un moment il a même téléphoné. Voilà. Mais je n'ai jamais su qui c'était. وهالمعطيات هذه خلات المحققين تولي عندهم شكوك اخرين على اللي قام بالجريمة، وينجم يكون واحد
مرته أو عشيقته ربطت علاقة مع أرنو، وهو محملش الخيانة بتاعها وقرر باش ينتقم منه. وربما هذاك علاش القاو السروال متاع أرنو محلول، وبالطبيعة نجم تكون هذه طريقة لقاها المجرم باش ينتقم ويهين بها أرنو نكالة فيه، لأنه دار له بصاحبته وإلا بمرته. وفي السياق هذا ثم شكون قال اللي أرنو كان على علاقة بفرملية، واللي طليقة كان يغير عليها برشا وما يحبها تتبع حتى حد رغم اللي مطلقها. ولهنا أعوان الحرس اكتشفوا زاد أنه أرنو جيز كان في أزمة كبيرة قبل ما يموت، والمعلومة اللي ما كانوش يعرفوها أنه خرج من خدمته من مدة شهرين التالي، وبالتالي ما عادش عنده مورد رزق، ونسيبهم هو اللي كان يقضي لهم قضية الجمعة، يعني هو وولاده ومرته، ويهزها لهم بنفسه. وهذه من الأشياء اللي أرنو كانت مقلقته لحد كبير، لأنه عنده عزة نفس كبيرة وما يحبش يبقى تحت رحمة حد. في نفس السياق الظاهر أنه الأزمة المادية اللي عايش فيها أرنو خليته يغرق في الشراب حتى لين ولا مدمن. وستيفان نسيبو يعني بو مرتو قال أنه ديما يشم ريحة الشراب عند أرنو، والكلام هذا ما يلزمه كان هو بالطبيعة. وباش ما نطولوش عليكم، هالصورة اللماعة متاع الضحية بدأت تولي تدريجيا كحلة سحاق، خاصة كي تم اكتشاف سجل السوابق متاعو، وتبين اللي هو اقترف عدة سرقات ما بين 1997 و 2004، منهم سرقة صار فيها اغتصاب لكن مش هو اللي قام به، وإنما واحد من شركائه اعتدى بالفاحشة على المرأة اللي دخلوا لها باش يسرقوا لها دارها، وكانت عزوز عمرها 80 سنة، ومع العمايل هذو متشد زاد مرة من أجل حمل السلاح بدون رخصة. معناها أرنو عنده ماضي حافل، وتنجم تكون الموت متاعه بسبب هالمنحرفين والمجرمة اللي كان يخالط فيهم، وربما هكا الماضي عاود حياة ورجع له من جديد واحد من شركائه القدم خرج من الحبس وجابش يصفي معاه حسابات قديمة. والمحاقين باش تتوضح لهم الصورة يلزمهم يعرفوا شنو اللي عمل أرنو بالضبط نهار الجمعة 9 جويلية، معناها مع شكون كان متواعد والوين مشى، وبحكم اللي صحابه قالوا اللي هو ما جاش لطبرنا. الحرس داروا على الحانات الاخرين الكل والملاهي متاع المنطقة، وحتى بعض الأماكن اللي عليهم شبهة متاع خناء، لكن حتى واحد ما قال اللي هو شاف أرنو غادي. وما بقال أعوان الحرس إلا كاميرات المراقبة متاع منطقة لاقلب كلها، وبالطبيعة شافوا هكا التسجيلات الكل ولا أثر فيها لأرنو. في مجريات هالأحداث نهار 12 جويلية 2010، الحرس قروا باش يقوموا بتفتيش الدار متاع أرنو لعل يلقاو أشياء تفسر اللي صار له. وعلاش ما تقولش وهما يفركسوا في القجرات متاع الكوجينة يلقاو ورقة مكتوبة بخط أرنو وطالب فيها السماح من ميلاني أم صغاره على خاطر كسر لها تليفونها، وفي نفس الوقت وعدها أنه باش يشري لها تليفون جديد. المحقين سألوا ميلاني علاش كتب لها كالورقة ذيكا، قالت لهم راهو أرنو عكس ما يتصوروه الناس الكل بما فيهم عائلته وأصحابه وحتى عائلتها، لأنه كان عنيف معاها، معناها فيسع ما يطلع له النيرف ويتغشش ويدور عليها، وكان مغيار زادة وبوسيسيف يعني تملكي، ويحاسبها على أي دخلة وخرجة. وقالت زادة اللي هي ما كانتش تحكي حتى شيء على التصرفات هذه، لا لبوها لا الأمة لا حتى حد. ومن جملة الأشياء اللي حكيتهم ميلاني للمحقين جبدت على ولد عمها اللي اسمه فلوريان، وكان يجيب حذيها للدار يوميا وساعة ساعة يبيت، وأرنو كانت تطير له من الحكاية هذه ويعتبر أنه تعديله على حريته وما خليهش ياخذ راحته في داره مع مرته وصغاره. وهذه من الأشياء اللي زادت حسب ميلاني في حدة العنف اللي كان مسلطه عليها. في المرحلة هذه من القضية الأمنيين بقاوا مركزين في التحقيق على مسألة الانتقام، ويعتبروا أنه أرنو ربط علاقة مع امرأة متزوجة أو عشيقة شخص آخر،
والمسألة بتبيعها ما عجبتش الشخص هذا اللي قرر باش ينتقم منه. المشكل أنه الأمنيين وقت اللي يحاولوا باش يعرفوا إذا كان أرنو عنده شي علاقات جنسية مع النساء اللي كان يحكي معاهم في المواقع متاع التعارف، وعلى هذاك الأمنيين اتصلوا بنساء هذم وقالوا لهم اللي هو عمره ما طلب باش يقابلهم وعمرهم ما شافوه منهم ليهم. معناها المسألة وقفت في العالم الافتراضي ليس إلا. ولهنا الحرس فركسوا على كالفرملية اللي حكاوا عليها بعض الناس ولقاوها، وكي استدعاوها للمركز وسألوها على علاقتها بأرنو قالت لهم لعمري ريتو يا يما لعمري ريتو، وحتى صدفة لقيتو جملة ما ريتوش. ولهنا الأمور خذت منحى آخر، ويبدو أن أرنو لا كان يخون في ميلاني ولا كانت عنده علاقات مباشرة مع نساء أخرين. معناها الأمور حدها حد الإرساليات الإلكترونية. ولهنا المحققين بتاع الحرس باش يتلاهوا بميلاني. وهاو جايكم الحديث. في هالتطور هذا من القضية المحققين بتاع الحرس باش يحطوا اهتمامهم على ميلاني بوها وعائلتها بصفة عامة والمحيط متاعهم، وباش يكتشفوا أنه ملي تقتل أرنو ثم شاب ولا يتردد عليها يعني على ميلاني، واسمه داميان رولون عمره 19 سنة. ومش يتردد عليها فقط، يبات في دارها مرة واحدة، وبوها ستيفان قال أنه في باله بيه وهو اللي طلب منه باش يقعد بحذا بنته ميلاني لأنها ما حبتش ترجع تعيش في دار بوها بعد ما مات بو صغارها، وإنما حبت تبقى في دارها. وعلى هذاك بعثها طفل داميا باش يقعد بحذاها، لكن وجوده مع ميلاني صار حديث أهل منطقة لاجل الكل، لأنهم يتسألوا شي عمل غادي ومستائين جدا من تصرف ميلاني واللي كأنها عوضت بو صغارها بحد آخر وهو مازال كي مات. Dès le jour de la découverte du corps d'Arnou, il est présent de Monsieur de Mélanie. Au tout départ, on nous dit qu'il est là à la demande du père de Mélanie, donc de Stéphane, qui fait confiance à ce jeune homme. بتبيعة الحال، الحرس باش يتلهاو بداميان هذا، وحبوا يعرفوا يلاندرا اللي بيناتهم مجرد صحبة، وإلا كما يقولوا الناس السيد عشيق ميلاني، ويعاشروا في بعضهم معاشرة الأزواج. وبتبيع الأعوان متاع الحرس المكلفين بالقضية ما همش باش يلقاو صعوبة في إثبات اللي هما زوز عشاق. أولاً بكشوفات مكالماتهم الهاتفية الكثيفة والمكثفة، وثانياً بالإرساليات الغرامية واللي فيها محتويات نارية وملتهبة بالحميميات اللي كانوا يتبادلوا فيها. واللي صدم المحققين أنه هالعلاقة هذه اللي ما بين ميلاني وهكا الشاب داميا موجودة من قبل ما يتقتل أرنو. في نفس التقسيات الحرس باش يكتشفوا أنه العلاقة ما بين ميلاني وداميا بدأت من شهرين أو أكثر شوية قبل ما يتقتل أرنو. ولهنا الحكاية ولات متاع علاقة ثلاثية، يعني ما بين ميلاني بو صغارها وعشيقها، والاحتمالات الكل ولات متاحة. يا إما ميلاني عملت عشيق باش تتخلص من بو صغارها وعلى هذاك فرجت الزربية وقالت اللي هو عنيف معاها ومر لها عيشتها، ويا إما العشيق هو اللي خذا قرار باش يضع حد الحياة أرنو وهكاك يستفرد بعشيقته ميلاني وتولي لي هو وحده. بطبيعة الحال تم استدعاء داميا وميلاني مع بعضهم المركز الحرس، وهكاك المحققين باش يسألوهم كل واحد وحده على نهار الجمعة 9 جويلية في الليل شنو اللي عملوا فيه. بالنسبة لميلاني قالت اللي هي عدت الليلة كلها في دارها بعد ما خرج أرنو، وقال اللي هو باش يعمل كاس مع صحابه ويرجع مع ماضي ساعة. فيما يخص داميا قال اللي هو سهر مع صاحب وجاره جوناتان وتفرجوا في التلفزة وبقاوا يلعبوا في ألعاب الفيديو للصباح. الحرس استدعاو جوناتان باش يثبتوا من الأقوال متاع داميا، وهو أكدلهم أنه ليلتها كانوا مع بعضهم. المحققين لهنا ما كان عندهم حتى خيار سوى أنهم يبعدوا ميلاني وداميا من دائرة الشبهات، لكن رغم هذا حطوهم تحت المراقبة
وزادوا تيقنوا اللي هما يعيشوا تحت سقف واحد كالأزواج. وحتى كي ميلاني ولدت في شهر أوت، داميا ولا لاهي بها وبصغارها، معناها كأنها مرته وكأنهم صغار وزادة. والناس وقتها بدأت تتسائل، يلا ندرا هكا المولود الجديد هو ولد أرنو وإلا ولد داميا، خاصة أنها سماته ليستي، يعني الاسم الثاني متاع عشيقة داميا. لكن هالالتباس هذا ترفعها بفضل التحاليل الجينية اللي أثبتت أنه ليستي هو ولد أرنو وما هوش ثمرة العلاقة اللي ما بين ميلاني وداميا. في مجريات الأبحاث المحققين ما كانوش مقتنعين بحجة غياب داميا على ساحة الجريمة، وما برد على داهم إلا ما عرفوا أخيرا أنه كان يكذب عليهم. كيفاش عرفوا؟ المسألة بسيطة، عرفوه بالموقع متاع التليفون متاعو، وظهر أنه في ليلة الجريمة ما كانش مع صاحبه جوناتان يلعب في ألعاب الفيديو كما حكى. ولهنا الحرس جابوا جوناتان وفهموه اللي هو قدم شهادة زور وباش يمشي للحبس، واعترف أنه ليلتها كذب وداميا ما كانش معاه، وأكد أنه هو اللي طلب منه باش يقول اللي صار معاه ليلتها على أساس يغطي عليه من أجل مشكلة متاع هروب من الشرطة. معناها داميا كذب على صاحبه جوناتان وقال له اللي هو عمل مخالفة مرورية وما حبش يقف، والشرطة خلطت عليه وما شدوهش، وبالتالي حب يقول اللي هو كان مع جوناتان. وهذا هو الكلام متاع صاحب داميا للحرس. ولهنا هكا شهادة الزور متاع جوناتان عاودت رجعت ميلاني وعشيقها داميا لدائرة الشكوك. وعلى هذاك الهاتف الجوال متاع العشيق باش يقدم للحرس معطى حاسم في القضية، لأنه تبين من خلال رز الإشارات متاع الهاتف هذا وحسب الكشوفات اللي خذوها المحققين من عند المشغل أنه كان موجود في المكان اللي لقاو فيه جثة أرنو، معناها نهار الجمعة في الليل كان غادي في الغابة. لكن المحققين يلزمهم يثبتوا إذا كان هو اللي قام بالجريمة وحده وإلا معاه شريك. المحققين لهنا ولات عندهم قناعة أنه ميلاني ضالعة ودورها كبير في الجريمة، وهذاك علاش قروا باش يوقفوها هي وعشيقها داميا ويستنطقوهم كل واحد على شيرة باش يفهموا اللي صار ويعرفوا مدى ضلوع كل واحد منهم في الجريمة. في المرحلة هذه من القضية ونهار 21 سبتمبر على الصباح، أعوان الحرس مشاو لدار ميلاني وخرجوها هي وعشيقها داميا مسلسلين، حطوهم في الإيقاف التحفظي. وبحكم صغر السن متاع داميا واللي ما نجمش يتحمل ظروف الإيقاف، يعني عكس ميلاني اللي واجهت الموقف بكل دم بارد ومن غير انفعال. ووقتها الحرس فهموا أنه داميا هو الحلقة الضعيفة، ودوب ما بداوا يستنطقوا فيه نهار انهيار تام ولا يبكي ومبهذل ويخرج في الكلام بسيف. أول حاجة قالها راني أنا اللي قتلت أرنو. المحققين بالطبيعة سألوها على الدافع، قال لهم لأنه كان عنيف مع ميلاني وصغارها، كان يضربهم باستمرار وهو ما كانش حامل هالمسألة هذه، وعلى هذاك ولا عنده حقد كبير عليه، والحقد هذا زاد كبر لأنه ولا يحب ميلاني إلى حد الجنون. والحرس بالطبيعة تسألوا إذا كان داميا شاف ولو مرة أرنو يعنف في ميلاني وصغاره، لكن يبدو اللي هو ما شافوش في الحالات هذه وإنما كانت توصف له فيهم ميلاني، معناها طفل عمرته وملات له راسه وبقات تعمل له في غسل دماغ حتى لين اقتنع أنه أرنو يعذب فيها هي وصغارها، معناها قلبه تملاه وقريب يتفرقع ولا لقمة سائغة في دين ميلاني اللي تنجم تعمل به اللي تحب. في نفس الإطار من الاعترافات متاع داميا أعطى للأمنيين رواية الأحداث متاع ليلة الجمعة. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هو وأرنو كانوا صحاب قبل ما يولي عشيق ميلاني. وفي الاعترافات متاع داميا
قال اللي هو عمل الكمين باش يستدرج به أرنو للغابة، واقترح عليه أنهم يقوموا بعملية سرقة، وأرنو ما منعش لأنه متعود على السرقات، وخلف هذا ولا بطال ومن غير مورد رزق. وقتها داميا اقترح عليه باش يسرقوا دار في الغابة وما ليها أثرياء وما همش غاديكا متغايبين، وأقنعوا اللي فيها بارشة فلوس ومجوهرات وحاجات ثمينة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، قبل ما تصير هالمقابلة داميا مشى للغابة وخبى أداة الجريمة يعني الكارابينة اللي باش يقتل بها أرنو في البلاصة اللي قالوا عليها. مختصر الحديث، أرنو تعديله وهزوا بالغولف متاعو للغابة للمكان المحدد، ودوب ما هبطوا باش يمشيوا لك الدار المزعومة. أرنو قال لداميا اللي هو باش يقضي حاجة بشرية باش تفهموا قداشك الطفل داميا مزهر، معناها بالنسبة لي فرصة لا تعاد. ودوب ما أرنو اعتاب ظهره، داميا جبد هكا الكارابينة اللي مخبيها بالمسبق غادي، قرب له أطلق عليه النار في ظهره. وبتبيع المهمة سهلت برش عليه، لأنه من الأول كان ناوي بشي غفله ويضربه، والعملية ما هيش مضمونة 100%. لكن وقت اللي اعتاه بظهره الأمور تتسمى جاته على طبق. باقي وعلى لسان داميا وهو يوصف في ليلة الجريمة، بعد مقتل أرنو خذاله مفاتح كرهبته وهزله تليفون وهرب. والرواية هذه باش تجعل من داميا المسؤول الوحيد على مقتل أرنو، معناها هو اللي قام بكل شيء وحده، والدافع متاعه هو إنقاذ عشيقته ميلاني من الغطرسة متاع أرنو بوصغارها. في نفس الإطار ميلاني بدأوا يستنطقوا فيها على شيرة، وهي قالت ما في بالهاش باللي عملوا داميا وما هيش مصدقة لأنه ما عندوش سلاح باش يقتل. لكن اللي فاجئ المحققين هي وقت اللي قالت أنه علاقتها بداميا هي علاقة بريئة متاع أصدقاء، ما هوش عشيقها ولا عمره كان عشيقها. العون اللي استنطق فيها قال لها لو كان يمشي على روحه ما تشدوش، قالت له يمشي ما لا راح. وميلاني ما في بالهاش أنه بالأقوال متاعها هذيك باش تعاون الحرس على اعترافات أخرين من عند داميا، لأنهم بالوقت هزوا الكلام اللي قالته على داميا وسمعوه له، وهكا طفل ولا يبكي ويضرب في راسه على البيرو، معناها فهم اللي هي لعبت بيه، ومن بعد تعنته في ظهره وتحب تمنع روحها. وغادي فين راجع روحه وقام باعترافات أخرين. قال للمحققين أنه ميلاني في بالها بالتفاصيل الكل وأكثر من هكا، هي مولات الفكرة متاع قتلان أرنو، وقامت بالتخطيط وبقات تضغط عليه حتى لينقبل باش ينفذ عملية القتل. وباش يأكد كلامه للمحققين قال لهم أنه بعد مقتل أرنو بعث لها إرسالية قصيرة باش يعلمها أنه المهمة تمت، وكانت بيناتهم كلمة سر يكتبها لها بون نوي وهي تفهم. وزاد أكد للمحققين أنه ليلتها مشالها للدار كان ناوي باش يرقد، لكن هي كانت فرحانة اللي تخلصت من رجلها وأرغمته على أنه يمارس معاها الجنس رغم اللي كانت حبله في الأشهر الأخرانين. Il explique qu'effectivement elle était au courant. Et en définitive, il finit par dire ce qu'il en est. C'est à sa demande répétée depuis des semaines et des semaines et des semaines que il a fini par le faire pour elle, par amour pour elle. في الحقبة هذه من القضية المحققين جابوا ميلاني بالكلام متاع دانيا، لكن هي نكرت جملة وتفصيلا وقالت خاطيني. لكن لهنا باش يدخل طرف آخر على الخط، واللي هو ولد عمها فلوريان، وثرنت وهو زاد في باله بالجريمة، وداميا هو اللي جبده في التحقيق. وبتبيع المحققين جابوه وحطوه في الإيقاف التحفظي، وقال أنه ميلاني هي صاحبة الفكرة والخطة متاع مقتل أرنو، وأكد أنه في شهر جوان ميلاني قامت بزوز محاولات قتل واستعانت به هو وداميا. في محاولة القتل الأولى حبت تحط أقراص منومة في الشراب متاع أرنو، لكن وقت اللي روح للدار جاب معاه واحد صاحبه اسمه بنوا، خدرتهم الاثنين. وفلوريان وداميا حاولوا باش يخنقوهم بالمخدد على أساس من بعد يلوحوهم في الطريق،
وهو كتضربهم كربة وتتقيد حادث مرور متاع زوز سكارة. لكن لا دامية ولا ولد عمه كانوا عندهم الشجاعة باش يقوموا بعملية الخنق. فيما يخص المحاولة الثانية صارت 10 أيام بعد المحاولة الأولى، ودامية هو اللي تكلف بالعملية، معناها باش يدخل للدار بالكارابينة ويقتل أرنو. وكيف كيف خانته الشجاعة ما نجمش. وهالكلام فيما يخص المحاولتين الاثنين باش يأيدوا دامية، والمحققين ولا عندهم ملف إدانة واضح وصريح وهزوا كالثالوث للمحاكمة. لكن السؤال اللي بقى عالق في الأذهان هو حقيقة تصرفات أرنو مع ميلاني. زعما كان عنيف معها كما هي تقول، لأنه ما ثم حتى دليل أو شهادة تثبت العنف متاعو، وبالتالي شنو الدافع الحقيقي متاع ميلاني باش تتخلص من بو صغارها؟ هي الوحيدة اللي تملك الإجابة. في نهاية هالقضية داميا وميلاني خذوا عقوبة بالتساوي، كل واحد منهم باش يعدي 20 سنة في الحبس. بالنسبة لفلوريون بما أنه تكتم على الجريمة حكموا عليه ب3 سنين، لكن اللي ترزى في شبابه هو داميا، عمره 19 سنة، وكان ماشي في باله باش يخلص عشيقته من جبروت رفيقها. لكن لا طلعت عشيقته ولا صديقته، وإنما لفعة اتلهثت عليه ودورته في سبحها كيف الخاتم. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.